مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ما يصحش كده. كالعاده النهارده معانا حبه حاجات مش طبيعيه ومش منطقيه بتتقال وبتحصل في البلد دي في الكوره وغيرها. بس قبل ما اخش في الموضوع حابب نقف مع بعض وقفه صراحه شويه. في شريحه او فئه معينه من الناس، اهلنا واصحابنا وجيراننا، بقى عندهم حساسيه من اي حد بينتقد اي حاجه بتحصل في البلد دي في المرحله دي تحديدا. بيقولوا انتوا كده يعني بتركزوا على السلبيات ومش بتظهروا الايجابيات وبتهزوا الدوله وحرام عليكم، خافوا على مصر شويه والحاجات دي. بس انا مش هرد بلسان حد، انا كعمر والله نفسي يا طنط بس الايجابيات شحه شويه اليومين دول. بس عشان خاطرك، عشان خاطر اونكل مجدي والصحاب والقرايب، قلبنا الدنيا على ايجابيات لحد ما لقينا البطل ده، علي خلف. علي خلف ده اول سباح مصري بيتاهل، وخدوا بالكم اللي انا هقوله ده، بالجهود الذاتيه. اللي قدامكم ده الراجل ده والده هو اللي وصله للمرحله اللي هو فيها دي عشان يتاهل للاولمبياد بنفسه. المشكله بقى ان النوع ده من الايجابيات بالذات مش هيعجب، هتعتبره تلسين على الحكومه علشان يعني الولد بقى بطل بالمجهودات الذاتيه وابوه عمل الشغل اللي المفروض ان وزاره الشباب والرياضه تعمله. النهارده في كولج في انجلترا وفي المانيا وكده ما فيش وزير للرياضه اساسا، فكده لا اكيد. سامعك يا عم مجدي، سامعك وانت بتقول يعني هي الدوله هتعمل لكم ايه ولا ايه. عامه علي مش الحاجه الوحيده الحلوه اللي حصلت الاسبوع ده، ولا هو الوحيد برضو اللي شرف مصر قدام العالم بدراعه من غير ما الدوله تعرف عنه حاجه. علياء علاء لاعبه سكواش مصريه حصلت على المركز الاول في بطوله امريكا المفتوحه للسكواش للناشئات 11 سنه، وبرضو الفضل يرجع لوالدتها ومحدش يعرف عنها حاجه. واكيد في ابطال تانيين ما نعرفش عنهم حاجه، والمحزن في الموضوع اننا غالبا مش هنعرف عنهم حاجه. بس بالنيابه عن نفسي وعن كل الناس اللي في البرنامج بنقول لكم شكرا يا ابطال، شرفتونا ورفعتوا راسنا قدام العالم. بس انا عشان ابقى حقاني مش هنسى حد، مش الابطال دول لوحدهم اللي رفعوا راسنا في المحافل الدوليه. يعني الاخوه الاجانب لسه ما فاقوش من صدمه بعثه الفنانين المصريين، قمنا داخلين عليهم بالتقيله بقى عشان يعني لو لسه حد لا قدر الله بيشاور عقله يجي مصر ولا حاجه ما يلومش الا نفسه. احنا وريناك العينه يا عم، هتعمل لي بقى فيها قتيل اهرامات وهتركب دماغك وتيجي برضه وماسك كاميرا بقى وشايل لي جيتار، ما تشتكيش بقى من اللي هيحصل. يعني انا حتى لو انت معلمه بالقلم العادي ده ماشي، بس عشان يبين لحضراتكم ان اللي عاملها وكانه عامل عجين الفلاحه قبل ما يختم. يا جماعه انا من يوم ما بدا البرنامج ده وانا مستني الفرصه اللي اقدم فيها حبي للاعلام القدير جابر القرموطي. رجل المصطلحات، بيضرب بيوجع، وجاب لبراين ادمز حقه في كلمتين اتنين. بس مش ده الموضوع، جابر القرموطي حاضر معانا في كل المواقف. فقلنا نعمل الجاكيت خاص بالجنيه، لان اللي مطلوب دعمه اكتر هو الجنيه. وانا ما بقولش لحضراتكم طبعا ان احنا يعني نمسك الدولار كده نبهدله ونفضحه وحاجات كده، لا يا عم نفضح مين، ده الدولار هو اللي فضحنا. والله العظيم اسكت يا جابر، اسكت كله وانت ساكت. لا والله ده طعمه حلو يا اخي. يا لهوي العيال ورا الكاميرا عينيهم يتدب فيها رصاصه، يا ساتر يا رب. عايز سوشي؟ عايز حته؟ والله مين؟ طب ما تاخد وصابي. خد يا عم وصابي ده حلو. عايز وصابي؟ خد وصابي. شايفين الصرف يا انتاج؟ جايبين لي مج وفاضي. يعني الراجل يا جماعه عايز يساند السيسي في زيارته لليابان فطلب سوشي. ده بصراحة بقى واجب كل الإعلاميين الوطنيين الشرفاء تجاه مصر، يقدم اللي يقدر عليه لدعم الدولة. قفايا فداك يا مصر، هي دي الناس اللي بتضحي بجد عشان البلد يا جماعة. مش تقول لي بقى نسافر بره ونعمل رقصة، يعني هنلاقيها من السوشي ولا من هيئة السياحة ولا من السيد محافظ السويس اللي كل اسبوع لازم يتحفنا بتصريحات ضرر. كلاب بتاع السويس دلوقتي 90% منها مش موجود، عدمنا كلب واحد ان هو حاول يعض، فقلنا ده مجرم. كلب مجرم، ابن كلب. مش عارف ليه يا جماعه حاسس ان الناس اللي واقفين دول بيتكلموا في مستقبل البلد، ضاربين بدالهم ونازلين يسمعوا حكايه الكلب. ما شاء الله عليهم.
مش ده الراجل يا جماعه بتاع الرياح الشماليه الغربيه؟ للاسف مش هقدر اسف عليه، الراجل مهما كان يعني رتبه برضه والحبس ممكن يطول اي حد اليومين دول ايا كان. تسجن صحفيين؟ ان شاء الله يكون نبي عليه الصلاه والسلام بسفه العظيم يا رب. المخطئ ايا كانت صفته. ايا كان ايا كان يعني؟ من يسب الرسول فهو زنديق. استغفر الله العظيم يا رب. بالذمه في بني ادم في الدنيا يرضي اللي عمله المستشار الزند ده؟ ولكن المناحه الهدف منها رأس المستشار أحمد الزند فقط لا غير، لأنه لديه الشجاعة والقوة والجرأة. هو سيظل أحمد الزند أسد القضاء. مش قلتلكم ما يرديش بني أدمين؟ ياريتها جت على قد كده، ده الشرشحة اشتغلت ولا كأننا في خناقة عوالم. الآن فيما يتعلق بالمستشار الزند، استحالة حد أدنى لما تقرأ التعليقات اللي مكتوبة تعرف يقينا أن اللي كتب التعليق ده أم رقاصة ما فيهاش بديل، أكيد أم رقاصة. هذا الرجل الزند كان رجلا إنه اعترف وقال أستغفر الله العظيم. طب فين يا جماعة ساعات ببقى محتاج لسان مرتضى منصور في مواقف كتير في حياتي؟ كان رجلا خلاص كلها بقت بتدافع، كان الزند نفع نفسه يا شيخ خالد. والله يا جماعة قرفنا من العك اللي بتعكوه ده والتعريض اللي شغال بينكو. انتوا عارفين يا جماعة إيه الفرق بينكو وبين الكرة؟ إن الكرة تتحب. يعني مثلا رئيس اتحاد الكرة القادم يهم المصريين اكتر من وزير العدل القادم، يمكن عشان الوزير ده بيجي بالتعيين، لكن رئيس الاتحاد بينتخب وده بيدينا امل اننا نغير، امل اننا نشوف خلق جديدة غير الوشوش اللي طفحناها. ان شاء الله هكسب. رغم في كلام كتير طلع ان يقول لك في الاخر كابتن سيفير مش هيترشح. والله العظيم هترشح، والله العظيم هترشح، والله العظيم هترشح. ان شاء الله بإذن الله بإذن الله. والله يا كابتن أنا مش عايز إن تقالي يا هاني يا سمير. ما الدنيا مفتوحة، أي واحد له حرية إنه يدخل. صح النومة يا كابتن مجدي. ولأ محدش عايز يدخل يا كابتن هاني، البركة فيكوا أنتوا بقى شباب ثورة 19 المجيدة. قال لك مش عايز الاتحاد يتقال عليه هاني يا سمير، ونسي البوب الكبير. أدي يا جماعة أول ثلاث أسماء مطروحين على الساحة، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن سمير زاهر، والمهندس هاني بريدة. ودول تقريبا موجودين على الساحة من أيام ما أنا كنت بقول على المايا مبو وعلى الفرخة كوكو. في إيه يا بشر؟ هتفضلوا متشعبطين في المناصب لحد إمتى؟ اتحاد الكورة لما جت الانتخابات كان المفروض المهندس هاني بريدة نازل على مقعد الرئاسة وأنا على مقعد نائب الرئيس. يمكن أنا كنت داخل على مضض لأن أنا يعني كنت عايز أبعد جدا عن موضوع المناصب الرياضية. لا 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 يا كابتن، أنت بتكره المناصب زي عينيك طبعا. انما حلوه البرتيته اللي انتوا عاملينها في الاتحاد دي يا كابتن. يعني كل واحد ياخد حته تورته، خد مش بقسموها، مش هي تورتايه اتحاد الكوره تورتايه جاكونيله. شوف الاول ازاي هنروح الامم الافريقيه وازاي هنروح كاس العالم قبل ما تفكروا في اللجان بلا قرف. ده قسموها كمان، ده قسموها شوبير ونائب اول والهواري نائب تاني طب مين نائب تالت بقى؟ شوف برضه حسن فريد ده جدع، ده جدع بجد، يبقى نائب تالت بخليهم تلاتون. كيب كال محمود بيه، احنا كلنا في الاعلام هنا بنقول اللي يريح ضميرنا وملناش مصلحة، مش مستاهلة العملية يعني نخش فيها في مواقف شخصية ونتعصب. انا شخصيا لو خدت رأيي وان كنت عايز اتجرد من الرأي في الانتخابات اقول لكم انا والله عايز الصعيدة يتوحدوا على جمال علام، والله العظيم وصادق، وليس لي مصلحة. يا جماعة قلت لكم 100 مرة محدش يزعله، ده التفافة مالت وشي. وهو التجديد بقى اننا نجيب جمال علام اللي هو اصلا رئيس اتحاد الكرة الحالي. الله بس صادق يا استاذ عبد الناصر، هو بس تون صوتك يعني مدي احاء للناس يعني انك بتتخانق حتى لو بتقول صباح الخير، وانا متاكد انك مالكش مصلحه، بس انا وانت عارفين ان الانتخابات لعبه مصالح يا معلم. مش مصلحه، هحكي لحضرتك حكايه سريعه كده. الانتخابات الاخيره لاتحاد كره القدم، شخصيه بارزه جدا والله العظيم، قبل الانتخابات باربع خمس ايام قال لي نتيجة بالاصوات. طب اتفضل بالاصوات. قال لي فلان هيجيب كذا، جمال علام كذا، اسامه خليل كذا، ايهاب صالح كذا، يعني فرقت صوت او اتنين. بالظبط صدقني فرقت صوت او اتنين، وقال لي الاعضاء اللي هينجحوا كذا وهيجيب كذا وكذا وكذا، وهيكون بس ايه في الاخر في تنافس. طبعا دي ما تجيش الا لو انا كنت عارف مسبقا الأصوات. أوبا، قصف جبهة صريح للجمعية العمومية. جرايه كبات، في شاي بالياسمين في المطبخ عندكم ولا ايه؟ يا بيتا في بعض الناس بتكلم رؤساء الأندية يا كابتن عبدو يقول له فطرت يا فندم ولا لسه؟
في الغداء اتغديت مع ريك ولا لسه؟ وكابتن مصر اللي بيكلمه كابتن مصر فاهم انت؟ العشاء اتعشيت ولا لسه؟ طب اخبار الاولاد تاني يوم الصبح ايه الاخبار؟ فطرته بعد الانتخابات ما بتخلص الرقم ده بيتغير. بعد ما اخد منهم اعز ما يملكوا صوتهم الانتخابي رمى الشريحة وغير نمرته وفص ملح وداب. حرام عليك يا اخي، صوت الناخب ده زي عود الكبريت. بس ايه جو فطرته واتغديته ده؟ الانتخابات دي ولا اوبن بوفيه؟ يعني بص، هي الجمعيه اللي جايه دي حاسه بالكباب والكفته اللي هيتقدم. يعني هيعجب، اعتقد ان هو هيعجب. لا 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 لا، وانا بقول لك اهو ناس لا 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 كلهم والله انا بقول لك اهو كباب وكفته. على كده شعار الحملات الانتخابيه هيبقى ايه؟ صباع لكل نادي. كده ما بقيتوش رؤساء النوادي بتنتخبوا مجلس اداره اتحاد الكوره. كده دخلنا في جو الكومبارس اللي بيقدم تنازلات عشان دور صغير في فيلم مقاولات رخيص. فيلم كبير جدا في زمن قريب وفي احد الاتحادات الرياضيه. في ناس كتير جدا بتخش اتحاد كره القدم عشان تعمل سببين. يا كدابين يا كدابين. زمن كثرت فيه الاتهامات واحنا عمالين بنعمل في اللوائح سمك لبن تمر هندي والفساد. انا بقول لك الفساد للركب في الكره المصريه، في كوربشن لازم يتم التحقيق فيه. والكوربشن الامر جد خطير. منظومه كره القدم منظومه شمال والرده. الثورة حصلت في كل مكان إلا الجبلان. سمك لبن تمر هندي. كان لابد أن يظهر فارساً لينقذ كرة القدم من هذا الهبل. احنا محتاجين CIA هنا عشان يتحقق في كل اللي عندنا ده. ولكن الفارس لم يظهر لسه. ف ايه ده يا جماعة؟ ويبقى السؤال، من يدير هذا الاتحاد من وراء الستار؟ وكانت الإجابة هتبقوا تعرفوها في ساعتها إن شاء الله. إجابة أكلاشي. ويستمر النضال ويستمر الأمل. اتقوا الله اتقوا الله. كوميديا سودا وحياه ربنا. كده اتحاد الكوره العريق بقى ملطش على ايديكوا، واي عيل معدي يعمل برنامج ويسف عليكوا. اتحاد الكوره مش ملطشه لاي حد في الفتره دي، انا بقولها دلوقتي من دلوقتي، مش ملطشه لاي حد في اتحاد الكوره. لا يا جيمي ما تلقحش كلام وتعالى دغري، انت مش عايز تيجي عندنا ضيف في الحلقه ولا ايه؟ اتفضل يا كريم. حبيت اوضح حاجه بس. اتفضل. يمكن قناه النهار قناه محترمه جدا، والناس كلها اللي بتشتغل فيها قناه محترمه جدا. ميرسي خالص. اهو بمناسبة قناة النهار نحب نبارك لنفسنا على اننا خدنا حقوق البث الحصري للكاس والسوبر، وحط تحت حصري دي كذا خط. خلاص حلال عليهم ما يزيعوا، ايه المشكلة؟ بس ما ينفعش انت تعاملني انا معاملة كنتك انت. اذا انت هتاخد ارضي ماتشات كاس يبقى اوتوماتيك حضرتك مش هتاخد الدوري الا ارضي برضو. حرق قوي موضوع الكاس ده، حرق قوي. بس بالراحه يا اخوانا، الموضوع مش مستاهل. انا عايز بس اقول لكم ان اوعى حد يفتكر ان احنا او انا كشخص كإيهاب مبسوط ان انا واخد الكاس مصري او السوبر حصري. اوعى تكونوا فاكرين ان انا مبسوط ان انا خدت الكاس حصري وحطيت عليكم، لا خالص. نرجع بقى لانتخابات اتحاد الكوره وشغل التحليق ومحدش هيقرب وكارت الارهاب اللي انتوا عايشين فيه ده. ده انتوا حولتوا الاتحاد لخرم اسود غامض محاوطين عليه بقالكوا كام سنه ومحدش عارف بتعملوا ايه جوه. بقى عامل زي مباني امن الدوله دي اللي كنا بنسمع عنها اساطير ومحدش فاهم حاجه. يعني كتير علينا شويه مصارحه وشفافيه. مش من حقنا نعرف اهم واكبر لعبه عندنا بتدوروها ازاي؟ نعمل ايه؟ فهمونا. ما فاضلش غير اننا نزرع لكم جواسيس مصريه زي الموساد. ياه يا محسن بيه، كان نفسي في الكفته من زمان. لا وهتحبس كمان، بس انا عايزك تفتح مخك معايا. خير يا محسن بيه؟ انا عايزك في مهمه خطيره قوي يا رأفت. عايزك تجمع لنا معلومات عن اكبر جهاز بيشتغل ضد مصر. مهمه في تل ابيب؟ اتهرست يا محسن بيه. الموضوع اخطر من كده يا رأفت. انا هزرعك في الجبلاء يا رأفت. ايه؟ هي حصلت الجبلايه يا محسن بيه؟ ايوه الجبلايه يا رأفت، الجبلايه اللي حرمانا من تحقيق ابسط احلامنا، حلمي وحلمك وحلم كل المصريين يا رأفت. كاس العالم يا رأفت. كل مره قبل تصفيات كاس العالم نرتكب كل الموبقات عشان ما نروحش كاس العالم. وانا رقبتي سداده يا محسن بيه. هرجع في وشك يا محسن بيه. يا جماعه احنا دعينا للاجتماع الطارئ ده لان عندنا كارثه. المنتخب عامل نتائج حلوه في التصفيات
وشكله هيوصل لكاس العالم. احنا لازم نعمل حاجة، لو مصر وصلت كاس العالم يبقى احنا فشلنا كاتحاد كرة. انا بقول نبعت نسوان للمنتخب في الفندق اللي قاعدين فيه. حلوة، عملناها قبل كده في كاس القارات وجابت نتيجة. ها غيره؟ او نبعت فنانين للمنتخب يشجعوهم، محمد فؤاد على احمد بدير، على الفنانة فردوس عبد الحميد تشير ليدر. ايش معنى فردوس يعني رأفت؟ يا ابني بقولك عايزين نضيع كاس العالم مش نضيعهم هم شخصيا. طب نسرق فانيلات اللعيبة قبل الماتش. انت كويس قوي. ها نبدأ التصويت. فشل المنتخب المصري في الصعود لكأس العالم من جديد بعد أن خسر أمام غانا بستة أهداف مقابل هدف، لتظل لعنة التأهل للمونديال باقية مع الفراعنة. إيه؟ مفيش كأس عالم؟ قلت لك يا محسن بيه، قلت لك على المخطط، قلت لك على المخطط وما اتحركتوش. حتى الراجل الجاسوس الاسطوره اللي غفل اسرائيل وشحت في نسوانها رجع من عندكم اتدمر وبيسرح على هوا الفل. هقول ايه لو رافت الهجام مات بحسرته؟ فكلنا رافت. وادينا يا سيدي اهو وراكوا لحد ما نشوف اخرتها ايه وبتعملوا ايه في اللعبه الوحيده اللي المفروض انها بتدينا امل وبتفرحنا. نكمل كلامنا بعد الفاصل. ولع. خش يا نجم. رهانك. قرعة الكاس مش هتتكوس. أشك. يا ابن اللعيبة. زبون. رهانك. جدول الدوري هينتظم لاخر الموسم يا ابن العيوب. اشك. لعوبه. ماشي. اعضاء. طب ما نسمع كلامك بقى. كلامي. مصر هتتاهل لكاس العالم. لا يمكن. يمكن طبعا. ملعوبه. طب نفتح بوله على امم افريقيا ودي هنكسبها عشان ما نتاهل لها الاول. لا يا عم انا خسرت ام البوله دي كل الملفات اللي انا ماسكها في ام الاتحاد ده. معاك يا عم. انا ماشي. خدني معاك. خد بيرتك بقى يا صاحبي. خد بيرتك إيه؟ بس دي كده. نجيب شويه الكوتشينه دول كده. خد بس بيرتك ده يا صاحبي كده. ايه بس خد بس بيرتك دي. بيزروطوا الدنيا وعايزين حد يلم وراهم، واحلى حاجه فيهم انهم متصالحين تماما مع نفسهم، متصالحين تماما مع فشلهم لدرجه انهم مش حاسين بيه. طب نوصلها لهم ازاي دي؟ ايه صابك لمن تمر هندي؟ ايه ده؟ عمليه ماشيه لوبيا. اتحاد الكره الحقيقه فاشل. ناس مش فاهمه حاجه في الكوره ولا في اي حاجه. ما بيخططوش صح. المكان كبير عليهم. وعلى اتحاد الكره ان هو يقعد يرتب اوراقه. اتحاد الكره النهارده فشل بمنتهى الصراحه، فشل. باي ذا واي سيف زاهر ده مش مدلك نادي الانتاج الحربي، ده كان عضو اتحاد كره معاهم، وده اكبر دليل على ان اعضاء الاتحاد ما بيميزوش الفشل حتى وهم ملطوطين فيه. نعرفكم على بعض. اتحاد الكوره الفشل، الفشل اتحاد الكوره. اقول لكم اعملوا لنا قرعه كاس مصر. بالله عليك ده صح؟ انا جاي من مرسى مطروح فوق 700 كيلو، ناس جايه من اسوان، ناس جايه من الصعيد، ناس جايه من البحيره. نتفاجئ يوم القرعه يقول لك لا نسينا نعمل الرعاه والمزايده. طيب انت كنت فين الاسبوع اللي فات؟ كنت فين امبارح؟ كنت فين اول امبارح؟ بلغنا حتى في الموبايل، بلغنا حتى عن طريق المواقع. امبارح كان النت واقع، واول امبارح كان عندهم حفل الطهور ومش فاضيين لك يا عمده. يعني بالذمه اتحاد الكوره الناس حرقه بنزين وجايبه زياره معاهم من البلد وجايين يعملوا كيلو باميه صعبه دي؟ قرعه من بتوع الدورات الرمضانيه اللي كنا بنلعبها في الشارع وبرضه ما عرفتوش تعملوها. فشل ده ولا مش فشل يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ كابتن سيف زاهر معانا ولا لسه بتشبه عليه؟ يوم السبت واحنا تقريبا بالليل الساعه 11 ونص بالليل جاني خبر من بره من احد الصحفيين ان بكره في مؤتمر في القرعه. انا ما صدقتش بصراحه واليوم خلص. تاني يوم فجاه في الشركه اكتشفنا انه القرعه النهارده. بنكلم اتحاد الكوره ما حدش ادانا يعني اي فيدباك انه في اي حاجه. اكاديمي قوي الاستاذ محمد كامل قال لك فيدباك. هابي ماذرز داي يا استاذ محمد.
احنا مش عايزينك بس تاخد الموضوع بشكل شخصي، انت مش لوحدك، انتوا كتير. اولا انا نفسي ما تبلغتش بالقرعه امتى؟ ده انا ما تبلغتش. لا يعني انا مفترض في الاتحاد كنت بشرف على 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 حقوق الشركه الراعيه. وانا والراجل ده انا ما تقليش وانا يعني. وانا والراجل ده مفترض ان احنا صحفيين وده مؤتمر للصحفيين ما تبلغناش. امال مين اللي تبلغ يا اخوانا؟ السسبنس عالي قوي ومحدش بقى فاهم الاتحاد ده مكتم على الموضوع ده ليه؟ بس انا هرشت اللي فيها. هحرق لكم المفاجاه عادي؟ كاس مصر السنه دي هيبقى سربرايز. طب هنقول تنظيم قرعه الكاس وكبيره عليكم. امكانياتكم كده معلش. تعرفوا يا كباتن تنظموا لنا تقسيمه ودي كده 11 ل 11 على نجيله خضراء والفرقه تجري وراها وتجيب اجوان بس. كلنا اتضحك علينا حتى الشركه المنظمه. السنغال ممكن تكون ضحكت علينا او جدا منتخب 23. اتحاد الكره يتحمل المسؤوليه كامله في مباراه السنغال. الموضوع اداريا منهار. نحاول ان احنا نشوف النص مين. الحقيقه لو شفت الماتشين دول المعسكر ده تكلف اكثر من 4 مليون جنيه. سافرنا وصرفنا 4 مليون جنيه علشان نلعب منتخب السنغال. قوم ايه؟ ما لقيناش منتخب السنغال. رحنا ملاعبين منتخب السنغال الاولمبي ب 4 مليون جنيه. وكل اللي عملناه بعد كده اننا شلنا حسن فريد المشرف العام على المنتخب وجبنا مكانه المهندس هاني ابو ريده. طب ال 4 مليون جنيه عند مين؟ مش كنتوا صبحتوا بيهم على مصر؟ بقول لكم ايه؟ الموضوع ده فيه ريحه كده مش عجباني. فيه ريحه حاجه بايظه، بيضه فاسده. عندي انفرادات لحضرتك كتير جدا النهارده. اتفضل. عن المنتخب مصر واتحاد كره القدم المصري وعضو مجلس اداره اللي خد 10,000 دولار. رياضه الكره المصريه كلها فساد، الرياضه المصريه كلها فساد. انا بقول على مستوى الكلام ده. في ناس بتتقاضى رواتب الاف مؤلفه داخل الاتحاد بتصل في العام الى 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. 2 وقدامها 6 صفار ورجليها ما بتخشش الاتحاد. في واحد وظيفته كده المشرف على الموقع الالكتروني ب 7,000 جنيه. بس 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 يخرب بيوتكو. دي مش بيضه بس اللي طلعت بايظه، دي كرتونه البيت كلها طلعت ممششه. انما ايه موضوع ال 7,000 جنيه ده يا جماعه؟ حد خد لهم الرقم؟ كان الشيخ اللي بيفك السحر للزمالك قبل الماتشات بياخده برضه. هي تسعيره ولا ايه؟ امين شرطه ممتاز اول مرتبه اصبح 7872. الفيلم ده لغايه دلوقتي ليه 7000 جنيه ما خدتهمش. معاش ما قلش عن 7000 جنيه للمحامي. والدي كان مسرف جدا ما سابليش اي حاجه خالص غير 7000 جنيه. يعني في ناس قالت ان العجله العاديه ب 300 جنيه ومثلا العجله اللي كان ركبها الرئيس السيسي وصلت ل 7000 جنيه. يا جماعه العجل انواع صدقوني، وكل ركوبه وليها ثمنها. خلونا في المراكيب بتاعتنا. فشل وفشلنا، فساد وفسادنا، نتغفل بقى. بوضوح شديد جدا هذه الواقعه تم محلها النيابه العامه. ويبدو انهم ارتأوا في هذا التوقيت، يعني عدم التشنيع زياده داخل اروقه الاتحاد، لانه في النهايه في افراد خفقت الموضوع ده. ازاي ده دخل الاتحاد في غير اوقات العمل؟ ازاي اتفتح الاوضه بتاعت نائب رئيس الاتحاد؟ ازاي استخدم الفاكس بتاعه؟ ازاي قدر ان هو يبعت؟ لانه الفاكس اللي انت عارف ان الفاكسات دي الاتحاد الدولي والكلام ده كله بيستقبل فاكسات معينه مرقمه في داخل اروقه الاتحاد الدولي. يا جدعان انا مش فاهم حاجه. حد يعني اقتحم الاتحاد بالليل بتاعهم عشان يستخدم الفاكس وكده؟ دي قلبت جبلية بجد. واقع انتوا طبعا كلكم عارفينها وعشتوها، تتلخص في موضوع شيكابالا ونادي فاوت اليوناني وتزوير في احد الاوراق كان في شهادتين تجنيد، واحده منهم سليمه والثانيه مضروبه. اللي اتهم بضربها هو طبعا الصديق، وانا اسف ان انا بقول كده، الاستاذ احمد سويلم. تم عمل تحقيق كامل في الموضوع وثبت بالقطع ان هو اللي عمل ده. لا سيبك بقى من ام القضيه دي كلها. كابتن مدحت شلبي خلص ال 16 ساعه بتوعه هوا وبيعمل مداخلات عند الناس التانيه؟ طب روح منك فين طيب؟ المهم يعني ان احمد سويلم بقى في الاتحاد وبعت فاكس منه للفيفا علشان يسلك مصلحه لشيكابالا عشان يجامل ممدوح عباس. هو اتخاذ القرار بمنع التعامل لا مع احمد سويلم ولا مع احد معاونيه او مرافقيه، ومنعه نهائيا هو واي حد من طرفهم من دخول اتحاد الكوره. اهو طلع حوار قديم، فكوكوا منه بقى. خلاص اتعلمنا من اخطائنا. طلعنا سولم بره، غيرنا كاولين الاتحاد، جبنا كلاب حراسه. بالمناسبه اتحاد الكره وقع عقود رسميه النهارده، عقود طبعا رعايه كاس مصر. الشركه الجديده شركه تيلي سيرف. تيلي سيرف؟
اللي المدير التنفيذي بتاعها احمد سويلم. كده يبقى احمد سويلم 2 الاتحاد 0. برافو يا احمد برافو. وعشان نبقى كده بقى ايه غطينا جميع وجهات النظر، احمد سويلم اقتحم الاتحاد بحسن نيه، قال لك كنت مستعجل والاتحاد قافل اعمل لكم ايه يعني؟ لازم طبعا. في حد نبطشي في اتحاد الكوره يفتح اتحاد الكوره يتلقى الحاجات اللي خصوصا ان احنا بنلعب يوم الجمعه ماتشات كوره اساسا، خصوصا ان في الجمعه ماتشات هي فكره حلوه طبعا ان واحد يروح يوم الجمعه يشغل قران ويرش ميه وينزل التنده ويشغل التلاجة بتاعت الايس كريم عشان الايس كريم ما يسحش وكده. يا جماعه اقسم بالله انا خايف اكمل السكريبت بتاع الحلقه. الموضوع قلب افتراضي زياده عن اللزوم. اتحاد كوره ده ولا فيلم كرتون؟ ال100 نادي انا زرت 80 نادي في الصعيد ليس لهم وجود على الطبيعه. انديه في اهاوي وانديه في كشاف، انديه يا كابتن بتلعب داخل اتحاد الكوره عشان هي بتلعب كره شاطئ، وما هي اصلا في محافظه مش على شاطئ. لا حول الله يا رب. في اي حاجه طيب في ام الاتحاد ده ليها اي نوع من انواع المعايير اللي بتمشوا عليها؟ ان شاء الله باذن الله في الاجتماع الجاي محطوطه فيه المعايير ومحطوطه فيه اجراءات التراخيص بتاعه الانديه. ان شاء الله باذن الله بعد ما نعتمدها يبقى ساعتها هنطلع الاعتماد بتاعها وايه البيانات. قول لي افضل الالقاب اللي تحب ان نديرك بيها. المهندس محمود الشام. مهندس محمود الشام هندسه اصلا في 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 حياه الواحد لها تاثير كبير جدا في حياته في سواء العمليه او حتى في التنظيميه اللي موجوده لما دخلت مجال الرياضه في كره القدم. هندسه وكرة قدم ماشي مش مشكلة. محمود الليسي أصلا مهندس ما فيهاش حاجة ما يبقى عندنا عضو بيهندس. الباقيين بقى إيه؟ حاجة محامي أساسا. حاجة محامي. معنا الآن الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة المنظمة لمباراتي ملاوي وتنزانيا، وخالد لطيف أستاذ كرة السرعة، نجم مصر ونجم نادي الزمالك ونجم أفريقيا في الكرة الطائرة، سيادة العميد أو سيادة اللواء أو سيادة النائب طارق سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري. وتحية كبيرة قوي لابن الدايرة البار سيادة اللواء العميد النايب لمؤاخذة العضو ثروت سويلم. طب لما انتوا مش بتوع كورة ايه اللي لمكوا على بعض في الجبلية؟ اعذروني مش قادر افكر غير في حاجة واحدة اتكسف اقولها بس عمايلكوا شرحة نفسها. بس انا برضو لسه عندي امل في الكبير بتاعكم ورئيس الاتحاد اكيد له فيها على الاقل. انا طبعا خريج بكالوريوس تجارة، مدير احد فنادق في الاقصر، بالنسبة وعضو غرفة المنشآت الفندقية في الأقصر لمدة أكثر من 12 سنة. طب سؤال بجد يا كباتن، يعني بعد كل الكاكال اللي عرضناه ده واللي هو أصلا ولا يجي أي حاجة في اللي بيحصل عندكم في الاتحاد، ما فكرتوش في حل الطبيعي اللي أي بني آدم عنده دم هيفكر فيه؟ والله يا كابتن كريم أنا واحد من الناس اقترحتها في الجلسة الأخيرة. إن احنا لازم نستنى، لكن بعض الزملاء قالوا احنا أصلا في هذا المنتخب. أنت أصلا في حاجه اترفضت في حاجه ما اتعملتش في اعداد ما اتعملتش احنا اسئله اختار الجهاز احنا كل ده لا. طب يبقى انا مش مخطئ، يبقى انا مش يعني ما عنديش تقصير، انا استاهل لو انا حسيت ان انا ما اديتش دوري قصرت. طب اقول ايه؟ رد انت عصام. البقاء والدوام لله. الجبلايه ماتت يا اخي، اللي عنده دم احسن من اللي عنده جبلايه. الاستاذ عصام شلتوت لخص اللي قلناه في نص ساعه في جمله واحده ومش محتاجين نزود عليها حرف واحد. اللي عنده دم احسن من اللي عنده جبلية. نشوفكم بعد الفاصل. سقعان في الشتاء تقل هدومك، البس جواكت، حرام في الصيف خفف على قد ما تقدر، انما تيجي في الربيع افتح لك قدر يا ناظر. كابتن ربيع اقسم لك بالله ليك في قلوبنا بلا توب. ومعانا دلوقتي كابتن منتخب مصر في كاس العالم الطيب الخلوق المحترم، قول زي ما تقول، ما بيطلعش كتير لانه ما بيشتمش ما بيسبش ما بيخرجش عن النص ملوش في الجدل، كابتن ربيع. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا عمور، وحشني والله. ربنا يخليك يا حبيبي. انت اكتر والله، انا سعيد جدا معاك ومتالق دايما وبالتوفيق، وحاجه جميله جدا ربنا يوفقك دايما يعني. الله يخليك يا كابتن والله، يعني ربنا وحده اعلم انا مبسوط ازاي ان انا قاعد مع حضرتك والله. انت عارف لما جات لي الدعوه ما اقدرش اتاخر عنك ابدا يا عمرو. انت زي عمر وربنا يوفقك وتبقى حاجه كويسه وان شاء الله متالق كالعاده. قول لي اللقطه بتاعت كابتن مدحت شلبي لما كان عمال يغني وقاعد وبعد كده انت رحت قايل له، رحت انت فجاه ضاحك فقال لك قول لي بتضحك على ايه؟ افتكرتك.
ايه اللي حصل؟ لا احنا كنا برنامج وتقريبا وهو انا افتكرت كل حركاته لما قلدته خد بالك وقلدته بالظبط. فقلت له بقى ان في شاب اسمه عمرو ما شاء الله جميل وكويس وبيقلدك وبالظبط. قول لي النادي الاهلي ليه ظلمك لحد دلوقتي؟ هو طبعا النصيب الاول قبل اي شيء. وفي نفس الوقت انا يعني انا لا اجيد العلاقات يعني انا بعيد عن اي حاجه. انا احب دايما الاحترام جدا وحتى لو مش هشتغل في النادي الاهلي ما يفرقش معايا. انا اهلاوي ابن الاهلي وطول عمري بلعب في ثلاث مرات في الاهلي بروح اقعد والعب كوره واستمتع واشوفهم كلهم. عمري ما بعرض نفسي ابدا ولا عمري ما بلح ولا عمري ما يكون ليا حد عشان هي طبعا الامور اتلخبطت دلوقتي واتغيرت ولازم كل واحد يزق واحد ولازم واحد في ظهر واحد. انا مش بتاع كده خالص. المهم النصيب هيجي لي فيهم ما جاليش خلاص. انا بحب الاهلي وربنا يوفقهم وتكسب والامور تمام وانا واخد وضعي كويس جدا وبشتغل مش قاعد يعني. وزي ما جيت من مركز شباب وفرضت نفسي في منتخب مصر والنادي الاهلي وحققت اللي محدش حققه وحتى لما مسكت المنتخب وادوني منتخب بشويه اولاد صغيرين كسرت بيه الدنيا بفضل الله عليا. حضرتك محقق اخر انجاز تقريبا لمنتخبات منتخب مصر عامه 2013 امم افريقيا. ده كان انجاز عظيم يعني. اخر انجاز عشان كده انت قلت انجاز كده يعني قعدوني ما كملتش. لما كنت خدت انجاز كنت ممكن اكمل مع المنتخب. هي دي القاعده اللي موجوده الفتره الاخيره في الفساد الرياضي اللي عندنا. فلكن احنا ربنا طول عمرنا يا كابتن بنسمع ان الكوره فيها مشاكل الكوره فيها طبعًا مشاكل. طب نعمل ايه يعني؟ نقعد ما نتفرجش احنا الجمهور ما نقعد ما نتفرجش على الكوره وخلاص ونفضها سيره ولا المشاكل دي ممكن تتغير؟ كل حاجه تتغير باذن الله لما تجيب المخلص الامين اللي خاف على البلد الكويس وجميع العمليات تنتخب الراجل المحترم اللي عنده مبادئ اللي عنده تخطيط اللي عنده نظام اللي عنده علم اللي عنده انتماء اللي عنده ولاء للبلد الامين الكويس اللي يدور على مصلحه الوطن. هو ده في يوم من الايام بتتغير امتى بقى؟ لما الناس دي تيجي الناس الطيبه الكويسه المخلصه اللي بتخطط اللي عندها مصلحه البلد مصلحه الرياضه. الرياضه النهارده عامله بقت ايه؟ حرب. ماتش كوره صح. انا بقعد انا خلي بالك انا قليل جدا اتفرج على ماتش لان ما بيعجبنيش الوضع ده. عاوز ثلاث نقاط وده عاوز ثلاث نقاط وده خسر وده كسب وده في نهايه الماتش تلاقي الجاهزين. بص ماتش اتحاد السكندري الدوري الاسماعيلي امبارح الملعب فوضى وغيره 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 بعد المباراه صح. كل ده عشان ايه؟ لكن صح. فين المتعه؟ فين الماتشات؟ فين الاداء؟ صح. فين الحاجات الكويسه؟ للاسف الناس نسيتها يعني. يا جماعه يعني هو الناس بتتفرج على الكلام ده وبتسمعه ولا الكلام ده بيطير في الهواء؟ يعني حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده لو اتطبق نصه احنا مش هيبقى في برنامج ما يصحش. مش عايزين خلاص انا اقفل الليله دي ونمشي. بس هو الفكره يعني احنا مثلا النهارده كنا بنناقش قضيه وهي قضيه اتحاد الكوره. اتحاد الكوره فيه فساد جامد جدا وفي مشاكل يعني ماليه الدنيا. انت شايف ان ده هو احد اسباب عدم تاهل منتخبنا لكاس العالم؟ مش كلام. هو انت بتدور على مجلس اداره يجي يدير الكوره بما يرضي الله. اولا التكنيكهم في الجانب الاداري ضعيف جدا. لو تلاحظ كل المنتخبات خرجت من المنتخب خرجت فيش اخر منتخب خارج فضيحه المنتخب بتاع وبعدين في يعني حاجه يعني مهزله يعني. ده خرج وهو واخد كل حاجه. انا ما خدتش حاجه ورجعت واخد كاس افريقيا يعني. كانوا لسه صغيرين 15 سنه وكانوا بياخدوا 20 جنيه في اليوم خد بالك. وكانوا ما فيش فنادق خمس نجوم ولا كان فيهم كفاءات ولا كان في خبرات فنيه في الدوري يعني. واخدهم ناضجين كبار زي الفل. انا ربيت وتمام واستويت وخدت الكاس ورجعت كسرت له الدنيا كسبت خمس فرق في الجزائر ورجعت من الجزائر في وسط 30,000 بكسب الجزائر في الجزائر. لان انا اشتغلت. الاول لازم تعرف ان انا دولي. انا لاعب 118 ماتش دولي على اعلى مستوى. يعني اعرف يعني ايه يا حبيبتي يا مصر. كلمه مصر دي بالنسبه لي في قلبي دي حقيقه. فربيت الاولاد على مصر على حب مصر وانتمائهم. ودخلت بقى في العاليه المصريه الجانب النفسي الجانب الذهني. ده عنده جامعه ده عنده عسكريه ده عنده مشكله ده عنده والدته ده عنده. دخلت على الجوانب واشتغلت في ملعب كتير واخلصت. فربنا سبحانه كفيني احسن مكافاه بالاولاد دول. انا يعني انا بحكم ان انا عمر صاحبي عمر من حضرتك. انا عمر كان بيقول لي ان حضرتك كنت بتقعد للعيبه على الاوض بتاعت اللبس. طبعا ما هو بص هي مسؤوليه كبيره. انا خلي بالك خدتهم ولا كان في دوري. الدوري كان واقف عشان الصف ولا كان في نشاط ولا كان في اتحاد كوره ولا كان في جمهور. تحملت المسؤوليه. فحته يعني ملاعب يبقى بحجم ربيع ياسين. انا لعب 300 مباراه
في النادي الاهلي الرسميه ب 18 بطوله ما شاء الله، اربع مرات احسن لعيب في مصر، مش احسن ظهير، احسن لاعب في مصر، خد بالك. وتيجي بقى كاس عالم لعبت، اولمبيات لعبت، امم افريقيا لعبت، العاب افريقيا حققت اربع حاجات. عارف كلمه يعني ما زي، طبعا انا واخد كل الدورات وقريت كويس جدا، وانا احترم العلم في التدريب، علم التدريب احترمته واشتغلت واخلصت وبقيت ملم بكل كبيره وصغيره. مين اكتر حد من اللعيبه دي كان متمرد بس فش كلام بقى، ولعيب يعني من الاخر كده مش بتاع تدريب ومش بتاع لعب يعني فالت شويه؟ لا هو انا يعني خدت موقف في الاول، يعني كان في كهربا عمل موقف انه اتاخر في يوم غابه، فما خدتوش معايا بالتصفيات كلها، غيوا يوم غابه بس، كان في رمضان بعد ماتش كينيا، اديت اجازه يومين، هو غاب ثلاثه. هو انا اعتقد دلوقتي لو في الزمالك كان يعني بيروح اعياد ميلاد كل يوم ما حدش هيقول له حاجه. لا هو انا قلت له انا بحبك واحترمك وانت لعيب كويس، بس انت لازم تحترم الفريق وفي نفس الوقت اكهربا ان شاء الله انا هلعب من غيرك، لان ما عنديش تفاهم في الموضوع الانضباط. هو تقبل وقلت له لو وصلت التصفيات هاخدك معايا في الجزائر، خدته الجزائر كسبني البطوله. افضلهم انت شايف انه ممكن يبقى مين؟ مين اللي يجي منه مين ممكن يعمل حاجه لمصر يوديها مثلا كاس عالم؟ كهربا، صالح جمعه، رامي ربيعه. طب انا اقول حاجه وما تزعليش منها طنط. الحكايه بتاعت البوسه بتاعت صحر الهواري، ايه اللي حصل ساعتها؟ لا 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 فين الضحكه؟ صحر اختي العزيزه يعني، وكانت رئيس البعثه، رئيس البعثه يعني. وبعدين هي يعني تعويضها يعني، فهي طبعا بتحييتنا كعش كابطال، وكان هي بتحيي الناس كلها كده؟ بتحيي لا 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 هي من الفرحه بتحيي مصر. لان هي ما كله مصر، بتحيي مصر. فانا كان لازم وبعدين يعني وانا ده انا هنا اديتها القبله هنا يعني، وعندي اختي الكبيره كل احترام وتقدير ليها. حصل قبل كده الناس كتير قوي اتكلموا عن موضوع السحر اللي في الزمالك والاهلي ومش عارف ايه وبتاع، انت تعرضت لموقف زي ده تقريبا بره؟ طول عمري في افريقيا السحر هو الموجود في الكوره، السحر والحسد. يعني ده حقيقي؟ طبعا السحر موجود والحسد موجود. تمام. الايه بتقول لك ايه؟ ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ادي حاجه. انا كنت برئي اللعيبه، خلي بالك، في النادي الاهلي قبل ما نخش اي اوضه، اي غرفه ملابس، لان السحر موجود بقوه في كل في افريقيا، لكن بقوه واكبر في كوت ديفوار، في غانا، في نيجيريا. حتى دلوقتي بقى خلاص شبر خيط هنا، حتى لا مصر ب 10 جنيه عادي. ما هو بص الدنيا كلها يعني فيها ازمات، في الحسد وفي السحر، حتى في مصر عندنا في الارياف والاقاليم موجود، خد بالك يا عمرو. عندي عتاب صغير. اتفضل. انت كنت كابتن مصر في كاس العالم، ماتش ايرلندا، خليت مجدي عبد الغني يشوطها ليه؟ ده مجدي في هولندا. بص هو في ضربات الجزاء كنت تشخط فيه. طب كنت شوطها انت، كنت على الاقل هتبقى طيب معايا. هو مجدي وانا اقول لك انت جبت الجون هتضحك لنا ضحكه. مفيش بقى كل شويه. لا انا احكي لك بقى قصه بينالتي، كنا بنلعب مؤين العرب في مصر هنا، ومجدي كنت انا بقعد معاه في الاوضه على طول، انا هو في الغرفه على طول. فالمقاولين العرب كان فيها بيل انطوان بقى ومقاولين التمرينات، كان فرقه جامده جدا. فهم سجلوا فينا هدف، الماتش ما كانش بيذاع في التلفزيون، كان في 100,000 في الاستاد. فجالنا بينالتي في الدقيقه مثلا 89 90، فمجدي راح مسك الكوره اكيد، خد بالك. انا طبعا وقفت بره ال 18 كده، قال لي بقول لك ايه، اول مره اشوف مجدي في الشكل ده. قال لي بقول لك ايه، انت بتصلي الفجر بتاخد شوط البينالتي ده؟ والله قلت له يا عم مجدي ما تخافش، توكل على الله ودعي لك ان شاء الله ربنا هيكرمك بيها. ودخل حط البينالتي تعادلنا 1-1. فمجدي لذيذ وشخصيه جميله جدا، هو يستحق ان يكون لعيب يعني بروفيشنال. مجدي دي حقيقه. بشكر حضرتك جدا يا كابتن، ويا ريت الناس تبقى في نص اخلاق حضرتك بس والله. شكرا عم بالتوفيق. شكرا يا حبيبي، الف احنا عندنا تقليد بس في البرنامج ان احنا ممكن تمضي لي بس على التيشيرت دي، شرف لينا يعني. اتفضل يا كابتن. كابتن ربيع. بسم الله. شكرا جدا يا كابتن. طول عمرك. توفيق يا حبيبي دايما. شكرا. نشوفك على خير وطمنا عليك يا عمرو. خليك رايح فين بس؟ تعال انت، تعال خروجه مش خلاص ولا ايه؟ انا بريحك على الاخر اهو، بريحك على الاخر. خد دي تسلى فيها لحد ما نختم الحلقه. طيب بكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم الحلقات الجايه ان شاء الله في ما يصحش كده.